البلد الرابعة علشان كان يتكلم. تأخذ مجموعة مدخلات منطقية فارغية مجموعة من مخرجات في الكومبينيشنال سيركت. هل كان يهمنا الوقت؟ الوقت الأعلى كم مهمة؟ مهمة كم؟ يعني افرض مثلا انت ثبتت الانبوتس بتاعك على قيمة معينة، ما هي؟ هنا الكومبينيشن سيركت تاخذ زمن معين، بعدين اوتبوت شنو؟ يثبت عليه قيم معينة ما عادش يتغير، صحيح؟ لو بناخذوا حاجة اسمها sequential circuits. وفي نقطة ثانية، لو حطينا احنا مثلا نفس الانبوت ديما بيطلع هنا نفس الاوتبوت، ما يعتمدش على الحالة الداخلية انت الدرجة. لو في sequential circuits شنو عندك؟ sequential circuits هي عبارة عن combinational circuit مجموعة من inputs والoutput متاعك واصل في memory يخزن قصة ذاكرة يخش ايش هي؟ الكومبينيشنال سيركت من جديد. فالفرق بين الكومبينيشنال سيركت والسيكونشال سيركت هاي هنا كيف تدخل الانبوت معين، هاي تمشي الفترة اللي يتغير فيه الحال النتيجة بتاع البوابة بعدين يطلع لك الاوتبوت نفسه، هاي تغير الانبوت وترجع الانبوت اللي فات يرجع لك الاوتبوت اللي فات، هاي يعني شنو؟ العلاقة بين الانبوت والاوتبوت ثابتة. هنا شنو؟ هنا لا، هنا تدخل انبوت، الانبوت نتاعك يخش على الكومبينيشنال سيركت يطلع اوتبوت، الاوتبوت نتاعك يغير شنو؟ مخزن قصة الذاكرة، وعلى حسب شنو مخزن في الذاكرة ممكن يقتل لك حتى الاوتبوت نتاعك من جديد. فهني لو تدخل نفس الانبوت اكثر من مره ممكن الاوتبوت يتغير على حسب شنو عندنا فصل الذاكره. باهي هذه السيكونشال سيركتس، باهي هي يعتمد فيها على الذاكره. الباب هو اسمه سينكرونس سيركت، اللي هو نوع معين فقط من سيكونشال سيركت. اللي كيف يكون فيه الحالة؟ هذه مجموعة من الانبوتس، هذه كومبينيشنال سيركت. الاوتبوت يخش عليه نوع معين من الذاكره اسمها فليب فلوبس، نشرح شو هي هذه الفليب فلوبس في المحاضره هذه.
كلوبس هي استحال ساعة هذه استحق ساعة هذه الحالة العامة وهذه حالة خاصة شنو هي الفليب فلوبس هي؟ باهي هي نوع من الدوائر بتاع التخزين باهي تتغير حالتها فقط عند تغيير الساعة من الصفر للواحد ولا من واحد للصفر باهي فمش تتغير في أي وقت تتغير أو أول ما يصير تغيير في الساعة فكيف يصير تغيير في الساعة الفليب فلوبس لهنه كلهم في نفس اللحظة يغيروا حالتها باهي هنا هذه في التصميم أبسط من الحالة العامة في الحالة العامة اللي هي سينكرونس على سينكرونس معناه متزامن 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 يعني كل شيء يصير في نفس اللحظة في نفس الزمن في أسينكرونس هذه مش موجودة في المادة الثانية أسينكرونس هي نفس الكلمة مرتبة بها سيكونشل هذه غير متزامنه هنا الدوائر بتاع التخزين ما يعتمدوش على كلوك واحده يعني ليها طرق تصميم اخرى خاصه باهي تو قبل ما نتكلم احنا على كومباينيشن سيكونشل سيركتس باهي لازم نعرف احنا كيف نمر به باهي في المحاضرة هي بنتكلم عن العناصر بتاع الذاكرة. أول عنصر من عناصر الذاكرة اللي هو اللاتش. بالتحديد نأخذ حاجة كلها SR Latch SR Latch SR اختصار ل Set Reset Latch كيف اللاتش هذه؟ قالك هي يا أما عبارة عن بوابتين بتاع نور وصلات الطريقة هذه عندك المخرج متاع النور الأولى تخش الثانية والمخرج متاع النور الثانية خاشة في الأولى وهذا المدخلات متاعك هذه S هذه R هذه المخرجات متاعك هذه Q وهذه U داش ترى كان خمو شوية كيف تخدم الدارة هذه لا افرضوا ان هنا عندك الست بصفر وهنا R بصفر والكيو والكيو داش من اسمهم انهم ديما عكس بعض باهي فشو انتو بتحطوا؟ حطوا هنا مثلا صفر وهنا شو بيكون؟ واحد كويس تو خليني اخدم الاورا هي الاورا هي شو تخشلها؟ صفر واحد صفر اور واحد شو تطلع؟ واحد نفيها صفر معناها تقعد زي ما هي وهي شو تخشل؟ صفر بصفر شو تطلع؟ صفر والنفي بتاعها واحد معناها شنو؟ لأنك ست واحد وهنا عندك كيو نكتب في الكيو بس ثاني Thank you.
لاحظوا شني من نديروش مدخلات بس نديرو حتى الحالة الداخلية لأن هي تأثر على طيب فكيف يبدأ عندك الاس بصفر والار بصفر والكيو بصفر الكيو في الزمن اللي بعده تي بلس 1 شو بتكون؟ صفر هذه جربناها أول حالة لا هنجربه صفر صفر الحالة الداخلية واحد هنا تبدأ واحد هنا تبدأ صفر خلينا نجو هنا خشت هنا صفر 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 واحد صفر النفي متاحة واحد صفر واحد واحد والنفي متاحة صفر شن صار قاعدة زي ما هي شن نفهمه منها هذه ما هي كيف يبدأ عندك الاس ار كيف يبدو صفر صفر الحالة الداخلية متاعها داخلة ما تتغيرش هي شو نقولونها no change طب خلنا نديره صفر واحد اللي هي هنا الار في واحد وهنا الحالة الداخلية شنو نديرها صفر تو ناخذه صفر واحد صفر واحد شن تطلع واحد والنفي متاحها صفر صفر وصفر صفر والنفي متاحها واحد تلاحظوا انه مازال ما استقرتش واحد 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 النفي متاعها صفر صفر خلاص هيك استقر معناها كيف صفر واحد الكيو تتغير من صفر الى واحد ما نجو الحاله الاخيره صفر واحد واحد اللي هي زي موجوده تو زي موجوده تو واحد 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 صفر هنا صفر 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 واحد على شنو واحد هنا شن تلاحظوا كيف تبدا الاس بصفر والار بواحد شن تطلع الكيو داش تغير واحد هي الار اختصار لريست انا خليها صفر المكان الار بس عكس بعض ار فوق ولا غيروا من الاس والار العمود هذه الحالة شنو يقولونها وهنا كيف الاس بواحد والار بصفر هذه يقولها سد
هذه شني تخلي الكيو واحد واحد ثاني. هذه شني عندك هذه أصغر جزء من الميموري والأداتش. ما هي لو تبي تخليها زي ما هي تخشش لها سؤال، لو تبي تغيرها واحد دير الاس الواحد والار صفر. ما هي تنشوف الحالة اللي بعدها اللي هي كيف تبدأ الاس يصفر والار واحد وهنا كيو واحد. ما هي اللي هي أما حالة تكلموا عن حالة هذه تبعها خنديرون صفر واحد 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 بيطلع صفر لا صفر واحد 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 يعني صفر مازال بلفة تانية لا يعني صفر 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 واحد واحد كويس واحد 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 خلاص هيك استقرت عندنا. ما تنيجي الحالة هي شو طلعنا لا والحالة هي هي زي توا صفر واحد ومخزن فاصلة صفر صفر وصفر صفر تطلع واحد 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 واحد, واحد تطلع صفر. ما هي هذه ايش نقولوا لها لا نجيب للحالة الأخيرة الأخيرة اللي يبدو فيها واحد واحد لا نجيب واحد واحد هني صفر واحد واحد هني عشان تطلع صفر 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 واحد واحد تطلع واحد, واحد صفر صفر وهي هني صفر واحد 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 صفر صفر بالضبط. ليش نطلعوا الكيو والكيو داش صفر صفر قالت الحالة هي غير مرغوبة غير مرغوبة فشن يقول عليها الحالة هي يقول عليها forbidden أو ممنوعة. ما هي كيف يبدأ هنا زي ما تقول صفر وصفر كيف تجي الحالة الطبيعية بتاع no change لأن في الحالة الطبيعية أنت ما تبيش تغير فهنا شنو يصير هنا يخش صفر 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 ويطلع واحد وهنا صفر 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 يطلع واحد فيتغير الزوز لواحد واحد وبالتالي تخشش صفر واحد واحد يطلع صفر يعني واحد وصفر واحد يطلع صفر عشان يصير يودي مضطر يبدأ يغير ديما صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر يبدأ مع بعض يتغير عادي ما يبدأ مع بعض يتغير لا هي بعدين عشان أنستير مش ده أنستير عشان يتجنبوا فيها الحالة هي بتاع واحد واحد كيف دير واحد واحد هي في الأخير تطلع لك صفر ولكن كيو داش حتى هي صفر يعني كيف دير نوت شيت عكس بعض تبدأ فالحالة هي شنو هذه مستعبوش فيها هذه هي الاس ار لاتش ما هي الاس ار لاتش ممكن تكون بالأور ممكن تكون بالآند. بالنسبة لي هي خلينا نأخذ الرمز بتاعها كصندوق. الرمز بتاعها كصندوق هي S R U رمز. خلينا نأخذ نتاع S R لاتش نتاع الناند نفس التوصيلة. لكن في فرق بسيط
الاس هنا الى باين هذا العكس بالضبط وفوق عندنا كيو هنا عندنا كيو داش خلينا نجول الجدول بتاعهم نبدأ في الحالة الأولى هنا الكيو بصفر هنا واحد هنا صفر هنا صفر كويس صفر وصفر صفر يطلع واحد واحد وصفر صفر يطلع واحد ما زال في لفة ثانية واحد وصفر صفر فينا واحد شو نطلعنا هنا كيو الكيو داش واحد واحد ما هذا هذه ايش هني فوربيدن بالضبط هنا الفوربيدن وين في الصفر صفر يطلع لك واحد واحد ولكن حتى الكيو داش تساوي واحد ثانيا الفوربيدن الثاني فوتوا الحالة هي نديرو صفر واحد صفر واحد لا صفر واحد صفر يطلع واحد واحد صفر صفر يطلع واحد 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 يطلع صفر على سكي استقر لنا شو طلعت من الدائرة تبعه شو طلع واحد قال لك هنا المنطقة متاعها بالمقلوبة المنطقة متاعها بالمقلوب كيف يبدأ الاس بصفر الصفر هو اللي الصفر هو اللي يخدم عندنا ما هي فهنا طلعنا واحد معناها الحالة هي الست عكس عكس هنيك هنا كيف الست بواحد ست وهنا كيف واحد ريست وهنا كيف صفر نون تشينج هنا تطلع العكس منظوص ست ريست وهي نون تشينج لك خلنا نتبع كملوا على خير لا نشوف الحالة الثانية هنا الكيوب واحد صفر واحد لا هنا كيف الكيوب واحد 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 تنتفع صفر تمام صفر وصفر صفر تنتفع واحد معناها شنو واحد نجول العكس توا اثنين اس بواحد والار صفر اس بواحد والار صفر هنا واحد في صفر صفر يطلع لنا هنا واحد هنا واحد 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 يطلع لنا صفر المستقر هنا صفر 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 يطلع لنا واحد هنا تمام عشان يطلع لنا كيو هنا صفر لا راح نبدأ من الحالة النقطية لا كويس ده الحالة هي صفر وصفر صفر واحد 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 صفر
ليش هي؟ لا شوف الضد آخر حاجة. صفر واحد صفر تنعكس واحد 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 تنعكس صفر. لاحظوا قاعدة زي ما هي. كيف الكيوب صفر وكيف الكيوب واحد صفر صفر واحد صفر تنعكس واحد 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 تنعكس صفر. هذه ايش هي؟ فاحنا توا الذاكره شنو تتعامل معها؟ عندك يا اما تخزن فصلها صفر يا اما تخزن فصلها واحد يا اما تخليها في حالها. طيب الرمز نتاعي اس داش ار داش كيو كيو داش في بابل في البدايه هذه متاع النهات هذه ايش هي كويس تقول لاتشز هما الاس ار لاتشز الزوز هما ما هي نبغوا نديروا فيهم نقطة ان مش ديما يتغيروا مش كل ما يتغير المدخلات متاعنا يتغير ما هي فشين يديروا لهم؟ يديروا SR latch with enable. كيف هذه؟ ناخذ SR latch العادية بتاعتنا هذه ونوصله فيها الدارق هذه شنو وظيفة الإنيبل هذا؟ الإنيبل هو لو كان هو واحد باهين الإس والآر يخشوا لكن لو كان الإنيبل هنا صفر باهين هنا جيل أند صفر في آر وهنا صفر في إس شنو يطلع لي؟ هذا صفر يطلع لك واحد وهنا صفر يطلع لك واحد ما تشينج ما تشينج فهنا شني لو كان الانيبل يساوي صفر الحالة متاعك شني نو تشينج فهين لو كان الانيبل يساوي واحد فهين هنا شنو تخش؟ هنا تخش S داش وهنا تخش R داش باهي وتلاحظوا ان شنو هي؟ عكس اهي معناها هما شنو بيولوا؟ زي النور يعني الترو ستيبل زي النور لان شنو هي؟ تقلب لك المدخلات نتاعك فشنو تبدا؟ تبدا تبدأ التابل متاعك هكي S R 2
بس هنا لو كان صفر صفر هتكون نود تشينج، ولو كان صفر واحد هتكون ريسيت. لأن شوف هنا صفر واحد هي شو الفرق؟ واحد صفر واحد صفر فصل الدائرة هذه شنو؟ ريسيت. شو تطلع لك هنا؟ ريسيت. لو كانت هنا واحد صفر شو بتكون؟ ست واحد واحد شنو؟ فرق. هذه رمز تحت زي هذيك بس حلو داش. وانا هنا في ايميل بالضبط. كيف تبدا هيك؟ اظن ان هي شيء لا جاء واحد قرر انه يحل المشكلة بتاع فوربيدن هذه، قال نبغاش تجي مراحل قصة فوربيدن هذه. شو نتوقع دار؟ دار تعليق بسيط هنا بس فصل اسأل لا تشوف اني ضفش بوابة. مش بوابة، ضف بوابة واحدة صار. لا هنا شو ندار؟ ما هي إلى الربط وصل هاي تقول إني برش وظيفتها يا إما نو تشينج يا إما تغير صح؟ ما هي وشن دارت البوابة هذه؟ يا إما يخش لك واحد صفر يا إما يخش لك صفر واحد، معناها الحالتين هما شنو؟ مش حيجوك بوكل. لكن النود تشينج ما ضعتش علاش؟ لان عندك الانيبل هي اللي ممكن تديرها لك. فهمتها؟ فبالاضافه هي ما عادش ولا اس ار لاتش، يسموا فيه دي لاتش. ايش يسموا فيه؟ يسموا فيه دي لاتش. دي لاتش ما فيش حالات زي ما نقول فوربيدن يعني المستخدم مش شرط يركز على رمز بتاع الدي لاتش. ما الدي لاتش عندك انيبل الدي عندك صفر صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد. ما شنو عندك حالات هي شني؟ ينابل بسطر؟ لا تشينج لا تشينج ما الزوز لا تشينج لا هنا الدي بسطر معناها خششت على السطر الاس سطر المكتوب هنا اس معناها خششت على الاس بسطر والار واحد ست هذي ست هذي هي شني؟ ريسر لاتش اللي فيها الاس ار لاتش والدي لاتش. لكن احنا شو قلنا في الباب هذا ناخذ السينكرونس سيكونشال سيركلز اللي هي دوائر بتاع ميموري تتغير على نبض الساعه فقط. هنا شنو في اللاتشات هذه؟ اللاتشات هو تقدر تغير الميموري بتاعك امتى ما تبي.
يعني مش بمجرد ما دير مثلا enable هذيك واحد يتغير. هاي النقطة هي احنا ما نبغوهاش، نبغوش اني انت يتغير فقط في جهة نبضة يا اما موجبة يا اما سالمة. هاي السبب هو بناخذ توا الفليب فلوبس. الفليب فلوبس يعني في تصميمها تحتاج الى لاتش. هذا علاش بدينا باللاتش قبل. الدي فليب فلوب يحتاج الى زوز دي لاتشز. هذا الدي لاتش الاول وهذا الدي لاتش الثاني. الدي لاتش الاول نوصلوه في الدي لاتش الثاني. هذا الاوتبوت بتاع فليب فلوب بتاع هذا. شوف ظل عندنا الانيبل هاي هنا جي اشاره الكلوك. إشارة الكلوك تخش على الإنابل الأول بعد ذلك نفي وتخش على الإنابل الثاني. هذه إشارة البي متاعنا. هذا يشني هذا يقولوا له ماستر لاتش. هذا الماستر هذا السيء هذا يا ستيب. علاش؟ لأن هدايا مش حياخد قيمته إلا من هدايا، هو ديما يتبع فيهم. لكن السؤال أنت يتبع ما هي؟ لو خلنا شو نفكروا بشوية ما هي؟ نقولوا إن إحنا الكيو متاعتنا ما هي فاصلة صفر ونبغى الفليب فلوب متاعنا يتغير. والكيو هي شو نقوله مثلا؟ كيو هي فاصلة صفر. وهنا عندك إشارة الكلوك متاعنا. إشارة الكلوك متاعنا كانت صفر وبعد تالي في لحظة ما بتولي واحد. بعد تالي تمشي في لحظة ما تولي صفر. وهنا عندنا كيو ماستر شو قلنا في البداية يساوي صفر والكيو سليف شو يساوي صفر والدي يقولوا خشة واحد. لو كيف تبدأ الكلوك بصفر احنا الانابل شنو صفر. شو معناها هذايا؟ no change. هذا no change. وهذا يشني؟ هذا الحاسب اللي يجي. على شن جاية هو توا؟ صفر. على شني؟ ست. ريست صفر. صفر. ما دي لاتش. دي هي تخش على الاس صفر. ريست. طيب. معناها؟
تو في الحالة هي معنا الدالة مستقرة، هنا زي ما نقول no change، معنا دي هي ما وصلتش، وهنا عندك ال هي بصفر، وهنا صفر، هنا الحالة مستقرة. تو هنا تقعد ماشي 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 لين تجي التغييرة هذه. في التغييرة هذه شنو يصير؟ تنقلب، هو بياخذ القيمة بتاعها هي وهي سببها no change. معناها الكيو ماستر شنو تولي؟ من الصفر بتولي واحد. علاش بتولي واحد؟ الخاطر دي بتاعتنا واحد. الكيو سليف تبعد زي ما هي، علاش؟ لأن شنو؟ no change. هني خلينا نكتبوها، ما هي ماستر يساوي دي الماستر نو تشينج نو تشينج، وهنا سليف يساوي الماستر. في الجهة هذه الماستر يساوي دي سليف نو تشينج. ما تو هي تقعد واحد وهنا نو تشينج ودي تقعد زي ما هي. ما خلينا نجو اللحظة الثانية، هذه اللحظة الحاسمة هاي. هنا شنو يصير في اللحظة هي؟ تنقلب شو متولي؟ الماستر يولي نو تشينج، وشني سليف يساوي ماستر. السليف بيولي يساوي ماستر، معناها تنقلب من الصفر الى واحد، وهي واحد. هي كمان واحد، معناها الاوتبوت نتاعنا ما بتتغير. كل ما تجي نبضه نتاع الكلوك من الواحد للصفر يصير تغيير. نقول هنا غير تو الدي، غيرها بالصفر مستمر. لا هنا هل تتغير الماستر؟ مش هتتغير، ما هي مش هتتغير على خاطر الماستر متغيرش. تو شني بيركب فوق، يركب فوق يبدا شني الماستر اللي تبع دي شني سليف تشينج. فشني سيد هذه؟ هذه تولي صفر، وشني هذه تبعد نو تشينج. اول ما تجي النبضة الثانية ما هي هذه شني اسفل. فهمت كيف؟ فشني الفرق بين اللاتش والفلوب فلوب؟ ان الفلوب فلوب ديما يستنى في التريجر، تريجر يغير حالته، بينما اللاتش في اي لحظه بمجرد ما يدير انيبل بواحد ديك تغير قيمته، يدير انيبل بصفر ما يغيرش. لكن في الفليب فلوب عندك عليه نبضة، يا اما نازلة يا اما راكبة. ما ترى كيف نغيروها من الراكبة للنازلة؟ كيف خلال لما تركب يتغير ال دير نط ولا نط في الكلوك؟ ولا تقلب النط؟ شني يبدأ كل ما يركب يصير تغيير. ماشي.
ده يديك هلاقي في فلوب بتصميم الماستر سليف. في تصميم ثاني باستعمال ثلاثة اسقاط فلاتشز بتاعنا الكيوب واصلة في الطار اهي الكوداش واصلة في الاس والكيو داش واصلة في الكيو داش واصلة في الاس والموزوز واصلين في الكلوك الكلوك هنا خاش الكلوك خاشة في الـ R اللطية والـ S اللطية بهي يعني هي مش هي بوابت آن بوابت آن خاشة فصلها ثلاثة بوابت آن خاش فيها ثلاثة خاش فيها التوصيل الداخلي متاع كيو داش وخاش وسطها هنا وخاش وسطها حتى الكلوك ثلاثة خلي نجو الحالة باهي هنا الكيو بصفر باهي والدي بواحد والكلوك بصفر هنجو اختي وقتها مادام هنا كلوك بصفر وهي بوابة انت ما هي معناه هنا شو تطلع واحد بالضبط تطلع هنا واحد معناها هي شو بتكون واحد وهي شو بتكون صفر هنا شو بتكونش صفر ما هي الصفر صفر كيف تخش على الاس ار ناتج واحد يطلع واحد والناتج هنا no change reaction for yeah no change وهي أفواه المفروض يوصل من تحت ما
في الحالة الفوقية هنا خش صفر طلع واحد. تمام ما هي هنا صفر صفر هنا في الأصل ما هي هنا في الأصل هنا في الأصل صفر وهنا واحد ما هنا شو خش عليها خش عليها واحد واحد فتقعد no change هذه الحالة الأصلية ما تجي كلوك ثاني تركب من صفر إلى واحد كيف تركب الكلوك ثاني من صفر إلى واحد شو اللي يتحكم في اللوطي هذا يتحكم فيه كيو داش ما كيو داش هي هنا يبدأ عندك شنو واحد واحد هنا نو تشينج هي تبدأ نو تشينج هنا تبدأ نو تشينج هنا واحد لا هي معناها الست هي تودي واحد هي هي دار هي تودي صفر شوف مستقر هيك هنا صفر هي صفر واحد معناها بيصير ست هي تبدأ واحد لا هيك مستقر خنجوم الثالث هنا واحد واحد لكن هنا عندنا صفر معناها واحد صفر معناها هي ست تطلع هنا واحد وهنا صفر هي صفر قاعدة فوق وهنا الكلوك عندنا بواحد معناها شنو صفر واحد هي معناها ست هنا واحد صفر شو خش علينا هنا صفر واحد معناها هذه شنو ست معناها أنت تغير الأوتبوت كيف تغير الكلوك من الصفر من الواحد من الواحد داخل هاي تو خلينا نغيره هي لي الصفر تو هاي نغيره هي لي الصفر تو زبطنا إحنا كيف يبدأ عندك دي بواحد والكلوك كم واحد تغير من صفر واحد للواحد شو صار الأوتبوت متاعنا تغير من صفر للواحد تنجو العكس نزلوا للصفر بنديروا كلوك نازلة تشوفوا هل الأوتبوت متاعنا يتغير ولا لا ما هنا تنغيروا تودي بصفر والكلوك بغيرها من صفر إلى من واحد إلى صفر ما كيف غيره من واحد إلى صفر ما هنا شو عندنا صفر هنا عندنا صفر صفر خشوا هنا صفر وصفر هنا تطلع لك واحد اهي لكن تقريبا حتى هذه واحد واحد صفر 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 واحد تطلع صفر تقريبا واحد واحد تطلع واحد واحد ترجع واحد صفر تطلع صفر واحد زوز طلع واحد زوز واحد والكيو داش كيداش عندنا غيرت لهي لي نعم وهي لي صفر على خاطر الكلوك لا هنا قشت صفر وواحد معناها شو الاوتبوت مكانة صفر هنا صفر وهنا واحد لا تغير التوا هي
واحد لكن ميأثرش. علاش؟ لأن عندنا الكلوك صفر. شوف اش عندنا هنا، واحد واحد معناها no change. على كيو هي شو صار لها؟ no change، وهي قاعدة في الفوربيدن، وهي قاعدة في الريست. هنا الريست فوربيدن وهي no change. على الاوتبوت متاعنا شنو؟ قاعد زي ما هو. في النزلة تو هنا في الركبة صار تغيير، في النزلة ما صار شيء. تو نركب من جديد. هي الكلوك تتغير من صفر إلى واحد. كيف تغير من صفر إلى الواحد؟ شو يصير هنا؟ هي صفر واحد معناها هي شو نسألها؟ تطلع صفر وكيو تولي صفر صفر هي تولي صفر 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 كيو هي واحد هي شنو؟ هي واحد هذه واحد كويسة تمام وهي تغير هي واحد هي شنو ولدت؟ هي ولدت ريست وهي ولدت نو تشينج واحد واحد ولدت نو تشينج وهي شنو خشت لها؟ واحد صفر شنو ولدت؟ صفر هي ولدت ريست ماشين تغير كيو من واحد إلى الصفر. ونعرف أن التصميم هذا له خشوية، خصوصاً فصل الفيديو في النص تحس الموضوع عليه. لكن هذا التصميم الثاني يعني دي فلوب كلوبس. وإحنا يعني في المحاضرة الجاية شو نبدأ؟ نبدأ نستعمل في دي فلوب كلوب فقط. لا ناخذوا هيك حسبوه هذا ياخذ هيك الكلوك في رمز الكلوك هنا دي هنا ياخذ كيو كيو داش هذا رمز دي هما صاروا تصميم مو تصميم ذكاء خارج يعتبر أنا ذكاء خارج كذا واضح عمليا قصدي مش عمليا عمليا ما نعرفش أنا في الواقع عشان يستعمل في الداخل وهنا هدايا هذا يستحق زوز دي وهذا يستحق ثلاثة إسقاط من ناحية العدد المحض هذاك مازال أبسط حتى في الفهم ما دام فيش أسئلة تمت المرة